عدد قارات العالم 7: أفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، القارة القطبية الجنوبية. تعرف ليه تسموا بالاسم ده؟ خليك معايا. قارة أفريقيا وارجع أصل تسميتها إلى الاحتلال الروماني، أطلق عليها كلمة أفار وتعني الأرض، وإيكا تعني الغبار، وجت منها كلمة أفريكا والتي يقصد بها أرض الصحراء لأن حوالي 30% من مساحتها صحراء. آسيا وترجع إلى الأصل الآشوري إسو ومعناها أرض شروق الشمس، وجت منها كلمة إيشا. ونفس النظرية في أوروبا، ترجع إلى الأصل الآشوري إيرب وتعني أرض غروب الشمس، واللي جت منها كلمة يوروب. من الأمريكتان ويرجع تسميتها إلى المستكشف الإيطالي أمريكو فيزوبيتشي، وسميت الأمريكتان على اسمه. أستراليا، أستراليا قبل ما يكتشفها الهولنديين عام 1606 كانت عبارة عن أسطورة تسمى باللاتينية أستراليش، وتعني الأرض الجنوبية، واللي جت منها كلمة أستراليا. القارة القطبية الجنوبية أو أنتركتيكا، واللي أطلق على المصطلح ده المستكشف الإنجليزي مايثو فليندرز في كتابه رحلة إلى تيرا أستراليش، وتعني أقصى الجنوب. وكده 7 قارات تقريبا في جيبك.